هم كانوا في الشقة يعني أمه وأبوه وأهله كلياتهم، ضربوهم انهدمت العمارتين فوق بعضهم، هو الناجي الوحيد من العيلة. يهدم عمر ابنه عمره 3 سنوات اللي هو عصام الحنية موجود في العناية المركزة. عصام لقوه على بعد 10 متر في السور بس في طاقة، الولد ربع بس بدليه فيها. جمع ناصر طبعا العناية هذه تشكلت من 12 سرير، ال 12 سرير للوهلة الأولى من الضربة الأولى انتلئن وللأسف انتلئن بإصابات أطفال كاملة. حكوا حالته صعبة يعني عنده نزيف في دماغه، نزيف بالرئتين، كسر بالحوض، كسر بالرجل الثانية، يعني قوي على التنفس. كل ما بيشيل التخدير بيتعب الولد بيرجعوه تاني. مش قادر يعني يتعاطى معاها. طفى أبو العلا وطفى لها قص. تقى لما المشرفين اجوا ياخذوا يطلعوها لقوا بنتها الصغيره اللي فرحبها اللي عمرها 8 شهور حضن ابوها. طالع بشده في الضرب، البرق فقدت جنينها وطلع بطريقها لا يعلمها الا الله. يعني اليوم احنا بنعاني معاناه ان في اصابات تيجي مش قادرين نستوعبها في العيادات، فاضطرينا نفتح كذا عنايه في نفس المبنى، لكن للاسف كميه الاصابات وحجم الاصابات ونوعيه الاصابات خطيره جدا في الاطفال، تحتاج عنايه مكثفه من التنفس الصناعي، تحتاج العنايه متابعه، تحتاج عمليات، لكن للاسف احنا بصير عندنا اشكاليه انه في عجز عندنا في الطاقم، في عجز في المستلزمات، في عجز في الاسره، وفي اصابات متواصله، يعني مش انت على قد الموجود تتعامل معاه وخلاص. فيش رساله يعني اطفال، يعني اذا هذول مستهدفين مين ضل مش مستهدف؟ النساء، الشيوخ، الاطفال الصغار الكبار، يعني حتى انذار يطلعوا الصغار يطلعوا النساء بيعرفوش لا صغير ولا كبير ولا طفل ولا حتى الجنين بطن امه مثلا. ما حد استلم منهم، يعني اقول لك والله الموت اهون علينا من اللي بنشوفه. يعني لما تشوف طفل زي هذا فقد امه، فقد ابوه، فقد عمه، فقد جدته وجده، العيله كلها فقد جده وجدته، اعمامه، كلهم اخواته، خلاته، اعمامه كلهم يعني هو ما ضلش.